بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. كان شوية نشاط ليامات هذو، راهو يقيس فيا هكذا، وحاب نهضر وحاب ندير فيديوهات وكذا. منا أنا درت أنا واحد سطاتي في الفيسبوك باللي تعبت، خصوني ايامات تاع راحه، وليامات هادو تاع لي الفرق قادر يكون موسم ولا موسمين. ما قلتش راح نعتزل، خلاص ما قلتش راح نعتزل، يعني قولوا لي برك انتوما كمتابعين. المهم اول حاجه ما عندي راه الصوت تاع العصافير كلها غالب كي تعود ماشي بالساعه البيولوجيه صحيحه للطيور تاعك. الوقت هذا الطيور تاعك راهم يغردوا بقوه، بصح ماهمش واجدين لاكوبليمون، مازال لي مع الاقل شهرين ونص مهمش واجدين. كل عام نهضروا الهضره هذه وتلقى لي الفير ما يصبرش، ومن بعد ابلون 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 تبقى تغني في الغنايه تاع ابلون ابلون ابلون. شفتو بكري كان علاوه كيف انا نبدا نهضر، هو درك درك راني ساسي، درك ساسي يكون قاري جا راس، كون قاري جا بار اكزومبل راس راح يجيب لي حاجه مليحه. ستان اوردينار حصلت به، مع انني راح نروبوزي، مانيش راح نحي لي الفاج خلاص بربي ان شاء الله، راني نقعد على تواصل مع خالتي ونقعد ندير فيديوهات فيهم فايده، لانه باش تقرا كومونتير كيما هذا صدقوني والله ما تفشل، والله ما تفشل صديقي، او حقك. من نهار حليت لاشين تاع يوتيوب هذا هو الكومونتير اللي قاسني مباشره، مع بعث لي كومونتير هذا وقريته حبست. واش فاتوا عليا؟ فاتوا عليا لي كومونتير هذوك تاع الناس اللي ما نقولوش منتقدين، اللي ينتقد راه ينتقد بطريقه مليحه، هذاك تحتاجو باش تصحح الخدمه تاعك. الناس اللي عندهم حقد هذوك واش نعيط لهم انا؟ الاغبياء، لانه به هو طلع المشاهدات. انت كدير سيجي بنيتك، تحب تستعمل نقطتين او ثلاثه من الخبز من المراوغات، تمد معلومه هي صحيحه ستعرف كيف ترميها. هذيك المعلومه هذيك كي تمدها استعمل الهاتف كيما هكا. شوف 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 منصف واش قال، شوف هذه بكل المشاهدات، هذو بكل المشاهدات. ما نهضرش انا على المتابعين تاعي الاوفياء اللي نشكرهم على الالتزام تاعهم مع راشان، نهضر على المتابعين اللي كون يصيب يحطمك، ما عندوش كوراج باش يروح يولي ما يشوفكش، ما عندوش كوراج باش يروح يولي ما يشوفكش. الانسان مواقع التواصل الاجتماعي هذه رانا من 2013 وحنا 10 سنين برك حنا فيها، نعرفوا باللي اللي مال في كومونتير لك هذيك نهار يغيب تفيق له، اللي مال في يقول لك جام نهار يغيب تفيق له. هذه هي مروا عليا ناس بزاف، وكاينين ناس بزاف اللي باش يخالطك لازم يدور مع صحابك، ومن بعد في السقطه الاولى بات فكره باللي انسان دوني. هادو هما الحوايج اللي الانسان 50% 40% حاب يروبوزي منهم. علاه؟ لانه الحاله النفسيه والحاله العائليه ما تسمحش باش نكمل بنفس الوتيره اللي كنت عليها. هذه هي بصح باش نعتزل، اني ما نعتزلش، اني ما نعتزلش، اعتزلت خطره في حياتي وقعدت غير مع المقنيين وهكاك وكي وليت ما نضمنش لك نعتزل. باش يعرفها صاحب الكومونتير هذا اللي راهو معروض على قهوه، يعني صدقوني ما فهمت والو انا كي قريت الكومونتير هذا، وهضرها لي وطاح لي خشيم في الهضره اخويا، تاع كي تبطل انت تسمى نبطلو حنا ثاني، وعندك حق صديقي والله.
ربي يحفظك خويا العزيز وبارك الله فيك. نرجعوا للموضوع تاعنا، مصدر طبيعي لكميه كبيره من الفيتامينات والمعادن. خاوتي بكل تعرفوا الاداه هذه، مش هو الاداه هذه اللي نستعملوها، المصدر هذا يتحط في الاداه هذه. انا كي نشوف الاداه هذه يروح بالي طول المصدر هذا، مصدر قوي بزاف. الاداه هذه واش ترفد؟ ترفد عظمه الحبار سيبيا. سيبيا هي مصدر للكالسيوم، والكالسيوم يساعد في تقويه الانسجه، يساعد في المهم يساعد في تقويه العظام. مليح هو للانسجه اللي دير العظام، ويساعد في القشره تاع البيضه تاع الكناري ولا الحسون، ويساعد في نمو الفراخ بطريقه سليمه، طريقه مليحه. ماشي عظم السيبيا هو الموضوع تاعنا، عطيتك المثال. ما تزربش راك تروح تكوبي التيلي، تروح تكوبي الفيديو. كمل معنا الفيديو للاخر، ما تنساش الاشتراك بالقناه، تفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. خاوتي الاهميه تاع المصدر هذا هو المحافظه على صحه الطيور تاعنا، والمحافظه على كمال وجمال الطيور تاعنا. برك نمد لكم القيمه الغذائيه اللي كاينه في المصدر هذا، في 100 غرام من المصدر هذا 350 سعره حراريه، 55 غرام من الكربوهيدرات، 9 غرام من البروتيين، 13 غرام من الالياف، 6 غرام من الدهون. الفيتامينات 1020 ميلي غرام اوميغا 6، 290 ميلي غرام اوميغا 3، 18 ميلي غرام فيتامين او، 0.8 ميلي غرام فيتامين بي 6، 7 ميلي غرام فيتامين سي، 0.8 ميكروغرام فيتامين ك، 150 وحده دواليه فيتامين ا. المعادن والاملاح 1350 ميلي غرام بوتاسيوم، 185 ميلي غرام ماغنيسيوم، 118 ميلي غرام كالسيوم، 33 ميلي غرام صوديوم، 12 ميلي غرام حديد، 7.8 ميلي غرام زنك، 0.5 ميلي غرام نحاس. دركا نشوفوا الفوائد تاع المصدر هذا وشوا وعلاه نحطوها للطيور تاعنا. هو رافع جيد لمناعة الطيور، 99% من المربين يحوسوا على الحاجة هذه. هو منشط للدورة الدموية، عنده القدرة على تطهير معدة الطيور وأمعاء الطيور. وبما أنه مطهر، وش معناتها مطهر؟ أنه يقضي على البكتيريا الضارة، ينحي الانتفاخ الهضمي للطيور، يفتح الشهية تاع الطيور، ويسهل التحويل الغذائي. شو هذا التحويل الغذائي؟ الدور اللي يقوموا به، الامعاء في امتصاص الفيتامينات والمعادن من الغذاء. الطيور اللي عندها مشاكل في الهضم، عندها العسر في الهضم، كي تحط المصدر هذا يولي ما عندكش خلاص المشكل هذا. يحمي الطيور من الاصابه بالزلات البرد، لانه غني بالفيتامين سي، وغني بالفيتامين سي بصح ما نقدرش نحطه في الصيف. باش نقول لكم على ما نقدرش نحطه في الصيف. يساعد في الوقايه وفي علاج المشاكل التنفسيه عند الطيور، ينقي الدم ويحمي الطيور من الاصابه بالارتفاع في الكوليسترول، يخفف من الاصابه تاع الاسهال المعوي. الاسهال المعوي هذا هو مرض خطير وخبيث، وفي نفس الوقت ما نقدروش، ما على بالناش كيفاه يصاب. المصدر هذا يخفف منه بزاف.
يساعد الطيور في عدم الإصابة بالسمنة المفرقة لأنه يحتوي على أوميغا 6 وأوميغا 3 ويخلي الطيور وعنده نسبة معتبرة من البروتيين يخلي الطيور ديما في هيئة فلا في قوة عضلية جيدة تسمى مش حمش الطير. كنعود نحكي على السمنة ونعود نحكي على السمنة المفرطة راني نحكي عليها من الجانب الرياضي تاع الإنسان تاع البشر. هذا هو الشيء اللي عندي فيه ثقافة أنا برك ما نكذبش عليك ما على باليش الطيور كيفاه بصح يبانوا لي يتفاهموا ويبانوا لي كيف وخلاص. يحافظ على قوة نظر الطيور خاصة الطيور البيضاء والمقنية يقوي القلب ويحمي الكبد والكلى من التليف يزيد من نسبة التخصيب عند الطيور ويقلل الحكاية هذه تاع ابلون 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 يدفي الطيور خلال فصل الشتاء لذلك لا نستطيع ان نضعه في فصل الصيف لان فيه فيتامين سي هو يدفي ما يبردش ولكن احنا البشر كي نكونسوميوه كي نكونسوميوه في الشتاء نكونسوميوه باش يدفينا وكي نكونسوميوه في الصيف نكونسوميوه باش يبردنا الحكايه وين في الوقت في الشتاء كان الوقت اللي تشربوا فيه وفي الصيف كان الوقت اللي تشربوا فيه واخيرا هذا المنتوج هو عباره على انتي ستريس هو ضد الاجهاد يقلل من التوتر للطيور وهذا المنتوج هذا ننصحك به بزاف. وصلنا لنهايه الفيديو خاوتي وش هو المنتوج هذا وش هو المصدر هذا علاه ما قلتوش اللي من الصباح وانا نسيت على بالي قريب خلصت الفيديو وانا ما قلتش المنتوج هذا جماعة مبينين بلي يا هضرة صاحبي شو هذا هذا المصدر هذا هو الزنجبيل يعني والله بلا ما نهضر من الفوائد تاعو اللي قاعد نهضر فيه وكلنا نعرفوه درك نعطي لكم طريقة التقليم ما تكوبيش الفيديو وقعد معانا على بالك فيه واحد الرائحة شغل قاعد بومبليموز شغل هكا هكا نقشرو ونقصو طراف كي تعود عندي خدمة راني حاطو قدامي بالحبة نمضغ كي تكثرو وما يخلصش يقعدو هكا شغل شعيرات برك في فمك تقدر تنحيهم وتزيد تعاود تصرف لي طرف خلاف هكا تحطو هادي هكا شفتوا الطريقة خاوتي كيفاه تحطوا يرجع حتى اللورا رجع اللورا باش ما يشوفوا الشامبينيون تاعك فين دايره هاي الطريقة هاو كيفاه تحط باش تبان هو كيفاه هكذا خاوتي ديما يكون في القفص تاع الطير تاعك وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى اني فدت واستفدت ونتمنى انه الفيديو ما كانش ثقيل عليكم وكان موضوع شيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته